أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا؟ هذا سؤال تقريري، يعني ربنا بيقررك وعارف انك هتجاوب تقول ايه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم. ده بيتكلم عن سيدنا إبراهيم اللي هو قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بيتكلم عن ايه؟ اسلام الوجه اللي هو الاخلاص والاحسان والاتباع. طبعا اصحاب النبي التقوى بتاعتهم والاحسان بتاعهم والاسلام بتاعهم مش زينا، مش زين اسلامنا ولا احساننا. واحسان الانبياء وتقواهم وصلاحهم مش زي صلاح الصحابة. صلاح الصحابة أقل من صلاح الأنبياء، وصلاحنا احنا أقل من صلاح الايه؟ الصحابة. لازم بيدخل في الصلاح عاملان، الزمان والمكان. الزمان والايه؟ والمكان. فزمان الصحابة مش زي الزمان بتاعنا. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال لهم أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي زمان. شفت بقى عامل الزمان؟ وسيأتي زمان من فعل فيه عشر ما أمر به نجا. أدي عنصر الإيه؟ إحنا عرفنا الزمان النبي قال لنا، والمكان. طب أنا أقول لك في الزمان تاني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني زمن الفتن والقتال والقتل لما الواحد بيعبد فيه ربنا زي ما يكون هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أقول لك حاجة كمان عشان تعرف إن النبي ما بيكلمش كده، بيقول من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. ماشي. حديث تاني بلفظ آخر بنفسك يقول لك من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. يقول لك إيه وشهيد وإمات؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام عامل إن في إحداث الزمان نسبة اسمها الزمان، بمعنى يعني النبي مش هيجي يقول لك إيه، مش هيجي يقول لك لما الفساد يبقى 1% يبقى ليك شهيد، لما الفساد يبقى 2% يبقى ليك 2 شهيد. يبقى لا، هو جاب لك اولها واخرها. قال لك لما يبقى الفساد تتمسك بسنة النبي في زمن الفساد يبقى شهيد، ولما تتمسك برضه ب100 شهيد وما بينهم. بمعنى لما الفساد يبقى زايد شوية يبقى شهيدين، لما الفساد يبقى زايد اكتر 10 شهداء، لحد بقى ما يبقى زايد خالص يبقى 100 شهيد. فهمت؟ فهمت النبي بيتكلم ازاي؟ عنصر الزمان وعنصر المكان. عنصر المكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول صلاة في مسجدي هذا، مسجد النبي، 10,000 صلاة، وصلاة في مسجد مكة أو في الحرم 100,000، وصلاة في موقع القتال الرباط في سبيل الله 2,000 صلاة، يعني 2,000,000 صلاة. شفت المكان بقى؟ شفت نسبة المكان؟ وصلاة الرجل، شوف بقى هتقلب قلب بقى، ذا مكان، زمان ومكان. شوف النبي يقولها في كلمتين، سبحان من علمه. وصلاة الرجل في بيته، ده مكان ولا زمان؟ ركعتين في جوف الليل، ده ايه؟ خير من ذلك كله. العنصرين دخلوا مش كده؟ ركعتين في بيتك في جوف الايه؟ الليل افضل من كل الايه؟ يبقى احنا في حاجه اسمها الزمكان. الزمكان ده حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، لازم تقرأ.
لازم تجيب كتاب بيتكلم عن النسبية، تعرف يعني ايه النسبية ويعني ايه الزمكان، ويعني ربنا امرك بكده، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الله الخلق. انت مأمور انك تمشي في الارض يا مسلم، حط زمكان اهو، طلع له عفريت، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان ايه، أن راح جايب له زمكان جديد، قال له نص ساعة تكون عندك، شهرين ايه. طلع له واحد بقى قال الذي عنده علم من ايه، جاب له زمكان محترم، قال له قبل ان يرتد اليك طرفك. زمكان جديد ولا لا؟ كم زمكان هنا؟ ثلاثة. جماعة بتوع الكهف قالوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا ايه؟ حطوا زمكان لنفسهم. ربنا قال لهم ولبسوا في كهفهم 300 ايه؟ وازدادوا ايه؟ زمكان ولا مش زمكان؟ الراجل اللي كان ماشي سيدنا عزير قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض ايه؟ قال شوف بقى الزمكانات بقى هنا، شوف الدلع في الزمكانات بقى، قال بل لبثت 100 عام. ادي اول زمكان. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم تغيره السنون، زمكان جديد خالص مش كده. وانظر الى حمارك، الحمار غيرته السنين بقى عظم. ايه ده؟ ايه 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 العظمة دي؟ ايه ايه الكلام دوت؟ الكلام ده في القرآن يا جماعة، في القرآن والله. لو واحد كافر بيفهم ارى الكلام ده ليسلم، زي ما كان جديد خالص. الاحلام، انت بتحلم حلم في اماكن وازمنة مش كده؟ يعني انت ممكن تحلم حلم 40 سنة، رحت المكان الفلاني وكبرت واتجوزت وخلفت 40 سنة 50 سنة، والحلم ده خد معاك كام؟ 4 ثواني. يعني 4 ثواني هنا بزمكان جديد خالص. العكس بقى، انت ممكن تحلم حلم في 4 ثواني ويتحقق بعد 40، في 40 سنة، زي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف حلم حلم الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثانية مش كده؟ قاعد يتحقق الحلم ده في كام بقى؟ يروح ربنا بقى يحوج القافلة إلى الماء عشان يجوا يشربوا مية، ويحوج عزيز مصر الراجل بتاع مصر للعيال عشان يتبنى سيدنا يوسف، ويحوج مصر للأكل عشان يتبنوا، عشان يبقى عزيز مصر سيدنا يوسف، ويحوج العالم لمصر عشان يرجع. يا خبر، كل ده، كل الزمكانات دي عشان تتحقق الرؤية، رؤية في 4 ثواني يحصل كل دوت، حاجة عظمة.